كل دي وقفت زي ما انت شايف وكده البحر قدامك ولف كده تاني وركز على الشقه بس يعني خلاص انا بجيب المسافه بس لما كمان بقول لك تلف كده ما انت لسه تصور فيديو كده وركز على الشقه بالمحله لان المكان الفيو ده المساحه دي من نشوف اول شاليه عندك فين اول شاليه بعيد قوي شايف الشاليه موقعه تحفه بس هو بقى ان الموضوع عايز يتفضل بس لما تكون ده ب 450,000 والبتاع اللي احنا شفناها دي بالنص حرام يعني فاهم الفكره كل لا هنا بس بكده هو روح انت